قلبه. السلام عليكم احمد. لابس نفسي؟ ايه هذا بلا صوت كنا مو على هزام. ما في حزام، ما يبي له حزام. بس زين الحين تبي تصير وياي مذيع خلاص؟ ايه يعني اعتمد عليك؟ والله اعتمد عليك؟ ايه عرفت ايه نفس الدي جي؟ ايوه زين انت لابس بلاسوت خلاص، بس المفروض انت تصير ذراعي اليمين. ذراعي شنو؟ ذراعي اليمين يعني انت هذه اليسار، هذه اليمين. وهذا؟ ايه ذراعي اليمين يعني انت الايد اللي يسار. انا اعتمد عليك. ويسار؟ انت تكتب باليسار ولا باليمين؟ انا اليمين. ايه يعني انت الايد اللي انا اعتمد عليها، يعني انت الحين صديقي، حتى رقية صديقتي، يعني كلنا اصدقاء هني. انتوا تدرون ان احنا هذا البرنامج بالعلبة نجيبكم لان انتوا كنتوا الشطار بالبيت وتسوون الاشياء الزينة. ايه خلاص احنا بنروح نشوف صوركم ونرجع. الحين ردينا من الصور وشفنا ان انتو شطار. ايه انت الحين جاهز حق التحديات؟ ايه انجاهز. انت رقية جاهزة حق التحديات؟ ايه زين انا سمعت ان انت تحبين تلونين. صدق؟ انت تحب ترسم؟ انا اعرف ارسم. عندنا مسابقة رسم اليوم، وعندنا مسابقة فيها حوض كله كور شفته هناك، راح نطب فيه بعد شوي. انتم جاهزين؟ ايه وايد جاهزين؟ ايه قول احنا جاهزين. احنا جاهزين. يلا خلينا نروح. وصلنا اول تحدي. عاد الحين التحدي هذا لازم ترسمون شيء بسرعه. إيه؟ انتم جاهزين ترسمون؟ ايه رقية انت جاهزة؟ ايه شنو قلتي تبين ترسمين؟ امي. وانت شنو تبي ترسم؟ كورة. يلا الحين اسرع واحد يرسم يفوز. اشوف الله، هذه كرة قدم ولا كرة سلة؟ سلة. الله انت تحب تلعب كرة سلة؟ ايه حتى انا. تبين نلعب مع بعض؟ ايه يلا اشوف. انت تبي ترسمين ماما؟ الله رسمة حلوة. هي كرة السلة إذا شفناها من بعيد تصير ثلاث نقاط ولا نقطتين؟ نقطتين. ثلاثة. إذا شفنا الحين من بعيد يصير ثلاثة ولا اثنين؟ ثلاثة. ثلاثة؟ إيه. هذه كرة اللي رسمتها أنت تناقز. أشوف. وأنت شنو قاعد تسوي؟ أشوف رقية. الله انت قاعد شنو ترسمين الحين؟ امي الملابس؟ ايه. الله شنو قاعد تسوي ماما بالصورة؟ بس خلصتي؟ ايه. الله يلا خلاص سكري القلم وحطيه على الطاولة. انت بعد خلصت؟ يلا سكري القلم وحطيه على الطاولة، خلينا نشوف رسماتكم. الله شوف هذه رسمة رقية رسمة امها، وهذه رسمة احمد رسم كرة سلة، عشان بعد شوي انا بلعب وياك كرة سلة صح؟ ايه خلاص نشوف الحين ونطالع نشوف منكم فايزين. رسمت امي احبها وايد، مسبورة الوجه دائرة عيون، ورسمت الراس البطن خشم حلج عيون. وهذا انا رسمت كرة السلة. اثنينكم فايزين؟ ايه عجيبين رسماتكم؟ ايه شنو لازم تعلموني شلون ارسم؟ ايه يلا عيل نمسك ايد بعض ونقول الفايزين احمد ورقية. يلا يلا ايوه ايوه سوي 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 كذي سوي بعد واحدة بعد واحدة. احمد الحين اللي يفوزون شو يسوون؟ فوزت لا رقصة النجاح. هذه الرقصات العجيبة. هيا نروح التحدي اللي عقبه. جاهزين حقه؟ ايه نروح من هني؟ ايه يلا يا خل نروح.
السلام عليكم. وصلنا حق هالتحدي هذا مع احمد ورقيه. شنو شايفين قدامكم؟ ليجو. تحبون الليجو؟ ايه. زين الحين نبي نسوي اطول برج بالعالم، جاهزين؟ ايه. تعرف تسوي برج انت؟ ايه. عاد انت الحين ذراعي اليمين؟ ايه. انت البطل؟ ايه. عاد الابطال شنو يسوون؟ يسوون برج طويل عاد. برج طويل. يلا نسوي برج طويل، 1 2 3. ها رقيه؟ قاعد تسوي برج احمر؟ ايه. اسوي وياك برج اصفر؟ ايه. يلا انا اسوي وياكم برج بعد. كل واحد يسوي برج لو سمحتوا. اسوي انا وياك اساعدك. ايه. احمد. ايه. شوف انا قاعد اسوي اصفر. اصفر؟ ايه. انا قاعد اسوي الحين. انت شو تسوي؟ اي لون؟ مين اللون؟ هذا اللون ازرق وبرتقال. الله. تحب تاكل برتقال؟ انا اكل برتقال. ورقية تحبين تاكلين برتقال؟ ايه. بس تحبين فراولة اكثر صح؟ ايه. ليش تحبين فراولة اكثر من برتقال؟ حلو وايد. الله صح فراولة حلو. وشنو تحبين بعد فواكه؟ موز. انت تحب الموز؟ ايه. شنو بعد تحب؟ كيوي. ايه. صح الكيوي حلو الكيوي. انا احب فراولة. تحب الفراولة؟ ايه. منعشة. منعشة؟ ولذيذة. شنو؟ ولذيذة. فيني شنو؟ يعني حلوة. ايه. طعمها حلو لذيذ. زين. انتوا الحين ما قلتوا لي تروحون المدرسة؟ ايه. شنو تكتب واجباتك انت احمد؟ انا كتبت واجب. كتبتي واجباتك؟ ايه. شنو كتبتي؟ ليزي ليزي. صدق؟ والله عجيب. اوه امبي. انا اساعدك خليهم. يلا خلنا نسوي انكسر البرج. انكسر البرج. كهو سويناه. اشوف. ايوه كهو سوينا البرج. احمد شنو قاعد تسوي الحين؟ انت قاعد تسوي احمد؟ ايه. انا سويت بالبرج مالي كهو خلص. صغير. صغير؟ كبير. ضعيف مسكين شوفه. زين انتم ما خلصتوا؟ لا نلعب بسوي. يلا الحين عندنا اشترى وقت شويه. كم باقي وقت؟ اخ 3 2 1 بس. خلينا نشوف الافراش، خلينا نشوفهم. هذا اوي بغيت. هذا برج رقيه. اشوف. يا الله. اخ هذا برج احمد وهذا برجي. نفع. شنو هذا؟ انتوا اكبر مني. يا ونحط هذا هني شنو يصير؟ وايد شوف وايد كبير. والله وايد كبير. والله وايد كبير. شوف اطول. يطيح. زين زين عشان ما يطيح ينكسر انا اقول انتوا اثنينكم فزتوا. عاش عاش. عطنا حركه الفوز. وين هو؟ هذه هذه. تبغى تسوي حركة فوز ويانا؟ ايوه. شوفي انا واحمد زين. شوف شوف شوف. ايوه. ما تعرفين تسوينها؟ خلاص انت فزتي ويانا وانت فزت ويانا. الحين شنو نسوي؟ الحين شنو نسوي؟ احمد هيدا ذراعي اليمين. روح التحدي اللي وراه. يلا شوف الكاميرا وقول روح التحدي اللي وراه. نعم. روح التحدي اللي ورانا. ردينا بتحدي جديد. هالمرة التحدي هذا تحدي الجلي. جلي. شنو لازم نسوي؟ نغمض عيوننا ونحط ايدنا داخل الجلي ونطلع الكرات. ونحطها من الصحن. صح الحطب. رقية انت تعرفين؟ ايه. بطلة انت. ايه. انت عاد بطل. ايه. انا ادري انت بعد شنو انت ذراعي اليمين. ايه. لابس بلاسوت نفسي. ايه. شلون شلون الحركة؟ ايه. ابي الحركة مالتنا مالت الفوز شلون؟ ايوه عاش حمادة. زين الحين نغمض عيوننا. يلا نغمض عيوننا نغمض عيوننا. انتوا جاهزين؟ ايه. 3 2 1. حط بالك حط بالك. ها يلا 1. لقيت واحدة. ايوه شاطرة. انت لقيت ولا ما قاعد تلقى؟ لقيت.
يلا قول انا لقيت هي لقيت وينهم وينهم؟ انا لقيت ايوه شاطر وين وين انا بعد لقيت والله خمسة بسرعة بسرعة يا رقم وايضا لقيت سر سريعة سريعة حط ايدك الثنتين ليش ايد واحدة؟ انت حط ايدك الثنتين دور 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 اوكي اوكي اي شاطر عافية عافية شوف رقية قاعد تطلع اثنين اثنين وين الكوار وين الكوار وين الكوار؟ هذول ها 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 باقي شوية باقي شوية رقية باقي شوية رقية احمد دخل ايدك داخل داخل يمكن في داخل وينهم وينهم؟ ندور الجلي ندور ها لقيت شيء؟ ماك شيء احمد؟ لا ما في ما في شيء رقية؟ لا خلاص بطلع عيونكم بطلع عيونكم بطلع عيونكم شوفوا 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 خلصتوا طلعتوا كل الكور؟ ايه تدري يعني شنو؟ ايه يعني اثنينكم فزتوا؟ ايه ايوه 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 احمد ايوه ايوه ركسه الكفوز ركسه الكفوز عاش 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 لعب مع سلاي انا حبيت الجيلي ويا كور ازاي خليني اقول لكم شيء تدرون هواوي شنو يبين لنا؟ يبين لنا تابلت ويبين لنا ساعه ساعه سمارت ووتش وتابلت عشان تلعبون فيهم وللحين ما نزلوا بالسوق راح نعطيكم اياهم بس مو هني بالتحدي الاخير اللي منوك شوفوا شب ليت جاهزين نروح له؟ ايه يلا خل نروح جاهزين حق حوض السعادة؟ ايه شفتوا الترامبولين؟ ايه ما نقصت احمد ما شفتك تنقز انقز شوف كه ايوه 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 يلا واحد اثنين ثلاثة نطوا ايوه احمد ايوه احمد احمد سو سو الغطس الغطس ايوه يلا دور الهدايا دور الهدايا وين الهدية دورها دورها يلا رقية ايوه عطيني 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 انت احمد لقى عطني عطني احمد عطني اوكي اوكي يلا يلا دور 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 وينها 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 الهدية بسم الله هي ايش قاعد تسوي ايوه اخ شنو طلع ايوه عطيني رقية عطيني يلا يلا عطني احمد عطني عاش قطة زينة بسم الله بسم الله يلا اثنين اثنين عافية على الشصار دوروا دوروا وين؟ ها وين في بعد وين في بعد؟ وين؟ ها 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 دوروا داخل داخل احمد غوص غوص وين؟ ها لقيته ايوه عطني شاطر وين؟ ايوه رقية لقيتي شاطرة اخ شنو هذا؟ ايوه بعد 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 يلا دوروا 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 شوف 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 وناسه شوف وي وي اخ شنو صار؟ طايح انا وين رقية؟ رقية قاعد تغوص رقية وينك رقية؟ شاهي طلع راسها شفناها اخ ايوه لقيت قول ايوه الله شنو هذا تعادل ايه عجيبين انتوا قاعد تدورون عدل تعادلتوا تدرون ولا لا؟ انا ادري ايوه شو شلون تنقز رقية ليش ما تنقز نفسك؟ شنو صار؟ وين؟ يلا يلا الحين عاد الكنز القوي لازم تدورون ساعات هواوي يلا 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 رقية يلا وين وين الساعة دور 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 احمد انت تكيت شوف 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 احمد شوف شوف هناك شوف هناك شوف هناك شوف وراك شوف وراك ايوه شنو لقيتي انت رقية لقيت الساعة ايوه ايوه ايوه, أيوة. تعالي شوفي تعالي 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 تعالي
شنو هذا؟ ساعة. ساعة؟ فيها شاشة؟ وكيسة. أخ أحمد لقى الساعة بعد؟ أيوة. تعالوا 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 تعالوا، أنت واقف هنا يمي؟ أحمد. إيه. شو رأيك بالحوض؟ حلو. يلا تعال وقف هنا خلنا نسولف عاد. هذا أحلى تحدي لي. حوض الكور على ثلاث كات. قفز داخل حوض السعادة، أربع بوكسات. تدرون أن اثنينكم فزتوا بهالفقرة؟ إيه. هيا زين صبر قبل لا نطلع، خلنا أقول لكم شيء. شنو؟ الحين بنروح حق أحلى فقرة، فقرة الأنبوكسينج اللي راح نبطل فيها الهدايا ونشوف الألعاب. إيه. يعني لا مو كذي، مو نفتشها، نفتش الألعاب علشان نشوف شنو طلع لنا. جاهز أنت؟ يلا قط نفسك لي ورا، قط نفسك لي ورا. وصلنا حق فقرة الأنبوكسينج، هذه الفقرة اللي نبطل فيها الهدايا. أنتم متحمسين؟ إيه. شنو تعتقد بيطلع لك؟ شنو تتوقع؟ أوسي. زين وأنت شنو تتوقع؟ فروزن. زين أنا عندي اقتراح. نشوف من يبطل فيكم أول. أوكي. هي ولا أنت؟ أنا. عيل شوفوا دام اثنينكم تموت تبطلون مع بعض لازم نسوي شيء. نلعب حجرة ورقة مقص. نلعب يا. حجرة ورقة مقص. آه. حجرة ورقة مقص. آه فاز عليه. ورقة تفوز على الحجر. شوف مسوينك سوبرمان. أخ سوبر هيرو أنت. يلا بطل. ها أساعدك. يلا هاك. شنو 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 شنو. شنو. شنو طلع لك؟ أرسي. أرسي كار؟ إيه. أوه. شنو السيارة هذه؟ اسمها تويست كار. تويست كار. إيه تويست كار، هذه السيارة اللي تروح يمين ويسار وتكبر وتصير صغيرة. إيه. عجيبة، تدري أنت تقدر تتحكم بهالسيارة والسيارة تصير جيب بعدين تصير سيارة صغيرة. عجيب. كبير صغير. إيه. ترانسفورمز. ايه عجيب، عليك العافية، بعد شوي نبطلها نلعب فيها وانت يا حلوة دورك. يلا يلا شنو هذا؟ فروزن. فروزن عجيب، يلا بالعافية. اعطيني هذا. مستانسين انتو؟ ايه. صيد استانستي وايد؟ هذه اللعبة اللي تكتي تبينها؟ السيارة أرسي هو ريموت كنترول. انا زدت تيلة اليوم واستانست وايد. الهدية كنت ابيها خليت. يلا تعال نبطلها نشوف. ايه تعال نبطلها نشوف. نبطل من هنا ونفتح من هنا. الله السيارة فيها بعد فيها ليتات. ليتات والله. شوف instructions. ها فيها instructions بعد. ايه تركب لها بطارية وشحن. ايه سريعة. سريع. اوه شوفها. شوف السيارة العجيبة. ايه. شوف صارت جيب. وهذا الريموت مالها عشان تتحكم فيها. وشوف الشبليتات تصير كبيرة وصغيرة. عجيب صح؟ وانتي؟ تبي تبطل لعبتك ولا تخشينها عشان بالبيت؟ تخشينها بالبيت صح؟ عشان انتوا البنات ما يتوسخون، هذا كله ملابس صجية. عجيب. هاي فايف؟ أحمد هاي فايف. بالعلبة. بالعلبة. أيوة. أي أربعة. بالعلبة. أيبا بالعلبة.